لا تكفى 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 يا ديبان. تبسم تراني بقربك انا، وخل الحزن ينتهي والعنا. انا يا رفيقي مدامك بخير، حياتي تشوف الفرح والغنى. اذا جيتني تختفي ضيقتي ولو ندر. يلا بسم الله. مين هدي؟ مين الدز؟ هل الدز انغط؟ يعني إلى الآن ما أخذنا يعني جونا في اللعبة. لا هد هنا، هد انغط. حلو، كلام كبير. ما عندك مشكلة، قاعد نمشي 200. الشريط الأخضر هذا طول العمر عشان يقول لك إذا أنت وضعك في السمبتيك ولا لا. يعني إذا كان أخضر تمام، أصفر هدي، أحمر كعب زي الآن. وخر اشطفة. حلو، والشريط اللي فوق هذا نقاط البروفايل حقك اللي هو الملف، كل ما زاد كل ما لفلت. وحشرنا اللي ورانا، ما ادري ايش صار الزبدة. دز 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 هنا. لا 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 لا، شفت كيف؟ شفت كيف الشريط الاحمر؟ انا ما هديت، اكلت على وجهي اصلا عادي. بس والله جدا يا عيال مبغشين، يعني التحكم صعب فيها شويتين. بعدين اللعبه انا من زمان ما لعبتها. الزبده 42. هدي 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 يا شنب، هدي. ما تهج، ما تهج ان شاء الله. كلام كبير، كلام كبير الوزن، كلام كبير الوزنيه. لا تهجين، لا تهجين كبير. روح هنا عطها، كلام كبير. مالي مالي مالي. والله مشكلة صراحة انك تبقى على نفس المسار يا اخي، صعب. المضمار ذا ماشي التحكم فيه جدا صعب. الزبدة امغط. انضغط هنا، هدي هنا، انضغط بعدين طوف المهبل. روح هنا، هدي هنا، هدي هنا، هدي على اليمين. وروح اليمير، كلام كبير. هذوليهم قدامنا وهذوليهم قدامنا. هنا هدي، معناته انك انت تمشي في السمبتيك، لا تروح يمين، لا تروح يمين، يرحم امك، لا تروح يمين. شوية بس تدريك، درك ابوها. حلو، اللاب الثالث باذن واحد احد. هذا اللاب الثالث اللي لف كعب بنت. حلو، واشطفه. لا ليتك ما اخذت اليسار، ليتك ما اخذت اليسار. حلو، لا 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 لا، ما بحلو، ما بحلو ابدا اطلاقا. يلا بسم الله، رجعت لكم. حلو، وهذا الاول. طبعا احنا ادينا اللي قبل هنا. هدي يا حبيبي، كع 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 انت الاول. الان ما يحتاج انك تخرش عمرك وتقروش وتبطيش وتدرك الموتر، خله طبيعي. ايوه، هو يحد 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 الان، يبي يضيع الوزنيه، يخسي ويعقب في وجهه. كلام كبير. هدي هدي يا كينج، هدي. حلو، بسم الله. حلو والله الوزنيه جدا يا عيال، اني ما اتريق معكم، صعبة. حلو، روح روح اليمين، كلام كبير، كلام كبير. خلاص دز يا اخوي، وش دز، امغط. اللعب الثاني هدي. طبعا الشريط الاخضر ذا
معناته ان وضعك اوكي، شريط الاحمر معناته لازم تكع، الاصفر يعني انك تهد. دز يا ابوي دز. حلو كلام 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 كليم على قولتهم، ولا كلام كبير كلها واقف. هنا هدي ركاع هدي الله يستر. حلو حلو 180 سكر 240 مين هد روح دز عطها 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 كبير روح دز. الله الله على الكنترول، الله على التحكم، الله على الجيم بلاي، الله على كل شيء في الحاجة. والله يا ما اكذب عليكم ناسي ام التحكم وناسي كل شيء، بس ان شاء الله يعني بنحفظه. الله يستر الله يستر الله يستر. حلو 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 هذا المستندي، ما اقدر اخذ راحتي الا اذا خلصت السباق باذن واحد احد اني بفوز زين ان شاء الله. قالها الله امغط امغط صك اللي تقدر عليه. هدي حلو لا تكفى 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 يذيبان نخيناك وخر اقول لا لا تكفى 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 يك حلان. ام عاد جو امك المخيس ما جيت تقدم علي الا يوم في اللفه الثالثه اخي زر امه يا اخي يا ليل جو امك الفكك. الله يستر بعد حلو يا اخي والله يا جوك مخيس اقسم بالله. لا بس كنت بتاكد مش حالي سبته ما فزت ياك حلال. الرابع هنا هدي هنا هدي هنا هدي واخر انت وشنطتك المخوره ذي كلام كبير. لا ما هديت ما هديت والله غلطان والله غلطان يا ولي يمين بالله يا ليل. صار يعني باقي لفتين بس لازم ندز، انا داري انه باقي لفتين بس لازم ندز. ليل ام فكك يا رجل لازم لازم نطوف هذول لازم ان شاء الله يعني نقالها هو اذلك قبعنا ابي اهدي قبعته شو الفهاوة دي زبدة. انا الى الان ما اشوف احد قدامي شو السالفة اللي ضد نسبنا ولا شو وضعهم. والله شكلها صعب على والله شكلها صعب انا اللي اشوف انها صعبة. ما احد قدامي ولا احد عندي ودائما اطلع من ذا المسار الله يقلع ابوه. أصلاً هذه
والله ما ادري ليه يعني. اطلاقا يا رجل هذا الكابل. بس انا عادي انا ما ادري ايش انا جاي بس اخرب عليه اخ عرفت هذا البريد مثل السبوره. الله الشعب يكع وانا داس ما عاد اشوف شيء اصلا من بعد المزاز ما تكسر خلاص جبت العيد اطلاقا يا رجل تحطمت وكل شيء بس داس انا عارف انا اصلا بس عند النهاية انا مستغرب كيف الموت بصابه ما شاء الله عليه هالقوة يعني انقبع قبعة غير طبيعية. تبدأ انت جيم. اتمنى ان اللايف كومنتري يعجبكم واذا بغيتوا انزل زيادة ابشر اذا ما طلبتوا شيء بس على حسب الدعم اللي بشوفه وكلام يترفي. جانا الخير وجمعنا الهدى وفي حب ربنا ما حبنا عسانا بدرب الاخوة نصير ونختم بنور العفو درب